تجاوب على التساؤل ديالكم حول الاستثمار. هو الاستثمار تبقى للتعليمات ديال سيدنا نصر الله، يعني خصو يطبق حرفيا وحاقة خاصة ميثاق الاستثمار اللي هو تيقول من شهر أو شهرين، ولا الواحد ما نتش المشروع يعني بعد شهر أو شهرين تيمكن له ينوض يبني أو يعني يخرج بذاك المشروع. وللأسف هذا ميثاق الاستثمار مازال ما مطبقش، الحكومة دايرة ما عليها، ولكن وللأسف بعض الجهات لم يطبق. وأنا قلت للحكومة وتنقولها وتنعاود نقولها وتنتحمل المسؤولية ديالي بأن الحكومة تدي كل من جهدها باش تطبق هذا ميثاق الاستثمار، تبقى ديال التعليمات ديال سيدنا نصر الله من بعد ثلاثة ديال التعليمات ديال الخطابات ديال سيدنا، خطاب ديال ثورة الملك والشعب السابق ماشي هذا اللي قم منه، الخطاب ديال الافتتاح ديال البرلمان حول الماء والاستثمار، وخطاب اخر مقبل منه حول الاستثمار. اذا الحكومه تدير ما عليها، ولكن للاسف تنقول لهذه الحكومه الا ما قدتش وما وصلتش وما يمكن لهاش، هي يمكن لها ولكن الا ما تمكنتش باش توصل باش تعدل وتطبق التعليمات ديالها باش تطبق حرفيا جهويا اقليميا او محليا، ما غادي يمكنهاش كذا. لان مازال عدم تطبيق ميثاق الاستثمار من طرف يعني لي سيري المجالس المراكز الجهويه الاستثمار من جهه، من جهه الاولى لي زاجونس اوربان، لان ما يمكنش اي رئيس جماعه ولا رئيس مجلس المدينه، ونسبيا واحد الاعتراف اللي سمعناه من السيد الوزير اليوم في نطاق يعني تشجيع الاستثمارات عموما على السلالي او اليوم تنقولوا حنا حتى في الاراضي اللي هي ممتلكات المواطنين وباغيين يطبقوا التعليمات ديال سيدنا نصره الله باش يمكننا نواجهوا كاس افريقيا يعني في 2025 ونواجهوا يعني كاس العالم في 2030. اذا هي الدوله تدير ما عليها، لا من طرق ولا من ترامواي ولا من تي جي في ولا بناء الموانئ ولا بناء المطارات يعني، ولا العمل الجاد المعروف معترف به عالميا ديال الطاقات المتجدده لينيرجي ونوفلابل، زائد صنع السيارات، زائد زينا صنع الطائرات، زائد 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 يعني ان شاء الله يعني التطبيق ديال الغاز اللي من نيجيريا حتى المغرب في بعض الدول الافريقيه وغادي تسوق فيا اسبانيا، نظرا للعلاقات ديال كاس العالم ديال كاس العالم 2030 اللي هو منظم مع اسبانيا والبرتغال. اليوم انا جيت من المعرض، اكبر معرض من كبار المعارض السياحيه ديال اوروبا كعالم مصري ديال السياحه، وكاين واحد الاقبال كبير على المغرب، وفضلت ان شاء الله وسيدنا نصر الله وترجع يعني لذاك الدعايه الكرويه اللي هي لليون ديال الاطلس، عطاو واحد الاكله حتى في لي بوتي فيلاج في القرى الصغار ديال يعني ديال امريكا اللاتينيه امريكا الجنوبيه، لي بوتي فيلاج صغار، وتيقولوا تيعرفوا يعني اللاعبين يعني الحرفيين وغير الحرفيين يعني ديال الكره. اذا بغينا نطبقوا هاد الامور كلها خصنا تطبيق وتسريع بتطبيق كي تنقول دائما المصادر الإلهيه، تبسيطها وتسريعها. مي تنقولوا تسريعها، التسريع راه أغلى من الوقت. إذا التعليمات ديال سيدنا هي غاديه، التعليمات ديال الحكومه هي غاديه، ولكن ما يمكن لهاش يطبق حرفيا إلا بتسريعها عن طريق تطبيق كما اليوم كانوا جل الأسئله حول الجهويه المتقدمه. والجهوية المتقدمة ما يمكن لها تطبق إلا وتقدم إلا بتطبيق تسهيل وتبسيط يعني إعادة النظر في العراقيل الإدارية، وما أدراك ما العراقيل الإدارية. إذا خصنا نبدلوا ونقنعوا يعني العقلية ديال الموظفين في جميع الفئات الاقتصادية والاجتماعية باش يمكن لهم حتى هما يسهلوا لهم الاموريه على المستثمرين، ويعرفوا ويفهموا ويتقبلوا بان المستثمرين هنا نختم، المستثمر راه ملي تيدير اي استثمار واخا تيدير الدراسات ديالو على بعد عامين او ثلاث سنين او خمس سنين او 10 سنين حتى 20 عام او 25 الدراسات ديالو، ما غادي يمكن لك الدراسه تطبق الا ولا هو عارف راسو راه منتحر
راه تسمى انتحار استثماري، وخاصة في السياحة، لأن السياحة وقع مشكل سياسي في أي دولة من الدول تتوقف السياحة في المغرب. واليوم هذا الوقوف والطلب اللي كاين على المغرب بتخوفات كبير، ولحد الآن مازال الرؤية ما واضحاش، لأن تعينوا باش تحل المشكل ديال الحرب الحالي اللي هو كما قلت، وقع أي مشكل أو خلاف سياسي عالمي أو مشكل في العالم بإصحيح تتوقع السياحة في العالم وفي المغرب بالخصوص. فهنيئا للمستثمرين اللي تيستثمروا مزاين، هنيئا للمزاين تيطبقوا التعليمات ديال سيدنا نصره الله، وهنيئا لهاد المستثمرين عامة وفي السياحة خاصة اللي تينتحروا من أجل التنمية الاقتصادية ديال البلاد وتشغيل اليد العاملة ومداخل ديال الصندوق ديال الضرائب ديال الدولة. فلا بد من إعادة نظر تشيع المقاولة الصغرى والمتوسطة، اللي متوسطة رجعت لها اسم على غير مسمى لتفادي العراقيل الإدارية والعراقيل الحالية، من أجل التنمية الاقتصادية المستقبلية للمغرب ومن أجل تطبيق التعليمات ديال سيدنا نصره الله. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.